راه علموا ديجا علموا خلقوا مباشرة يتكلم. هنا راجل خالتي استاذ جامعي ما شاء الله في جامعه ما نحبش خلي اهدر خلي جامعه منطوره يا سن هاي هاي روح هاي اهدر على مال صوتك هاي نوا او بعيده بعيده راه هاي فور لي كونفينكر علموا واش علموا الكلام ديما الكلام الفرق ما بيننا وبين الحيوانات والبشر الاخرين ديما هو في الكلام حنا كلام متقطع بس ما كنت ما شاء الله عادل 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 كلمة من العدل كي تبدا سورة البقرة واش تقول؟ هذا كل كلام متقطع حروف متقطعة صح. كلام جديد ما يعرفوش صح. الملائكة قالوا تكلم بالعقل علموا زي ما علموا علموا كيما تخلى تعلمنا احنا في السنه الاولى واش تعلمتي في السنه الاولى تتذكر حروف لا حتى راه فقوا صوتك احنا دي زيمان من بعد كل ايماج نعطيها كلمه سنه الاولى سنه ثانيه ثالثه تقريبا الابتدائي كامل من الجاهلين علموا قالوا هذه شجرة هذا حشا كلب هذه ما هذه دي شوز سبحان الله اه وخلاه راح لهم قال انبئوني باسماء هؤلاء هذه واش ان كنتم تعلمون ان كنت تعلم لا علم لنا الا ما علمتنا صح انك علم الغيوب ادم ادم قال له ها علم اعطيهم اسماء هؤلاء هذه شجره هذه كذا هذه كذا كي شافوه يسمي كل حاجه يسميها واش قالوا؟ قالوا هذا كيما الله يعرف كيما الله فخروا له فخروا له ساجدين قالوا صح الا ابليس لماذا ابليس لا؟ ابليس عليه لا بلاصتو طارت قالك طارت بلاصتو شفت استاذ الله وقت هذاك في العباده في العباده انا عميق في العباده ما تبقى موعد الحل هذيك يركز معاها انا انت بلاصتو طارت صح بدا يجرب فيه بدا يجرب فيه هو شي الفرق ما بين ادم والبشر الاخرين هو لاول مره ادم بشر خلقوا الله دي مانيير سبيسيال استاذ اسمح لي علموا الحلال والحرام هذه مليحه هذه مش مليحه ها خاطر هذه الوعي هذا هو الوعي واش الوعي تكون واعي ولا انا واعي ولا هذا واعي معناها هذه مليحه نديرها هذه مش مليحه اسمع لولدك صغير نعم زي ما تعلموا انت مي كنت تكيف تخليه يهز دخان وتقول له لا هات ما لقيتوش هذه كيما كتب صح كي الدروج صح استاذ كاينه حاجه اللي خلق ربي سبحانه قبل الانسان خلق الحن ومن بعد البن ومن بعد الجن ومن بعد بجى الانسان سيدنا ادم عليه السلام هذه القصه اللي سمعتها الله اعلى واعلم توفيق خويا انا دي قريتهم ها انا بور موا بجى في الدنيا يا سيدنا سامحني بور موا هذه الشعوذه الكلام اللي نهضر لك فيه انا او علماء او مال البيولوجي والجيولوجيا وروح وروح بصح ما يشهدوش حنا نقراو واش كتبوا ونعطيوها في اطار ندخلوا الاسلام خاطر دوك المقياس تاعنا حنا هو الدين والدين مكتوب مش حاجه قران صح القران قران فهمتني القران انا معك وش القرآن؟ لما كملوا خلق آدم كملوا خلق وفد فنفخ فيه من روحه وش معنى الروح؟ الروح هو سيدنا جبريل عليه السلام لا فنفخنا فيه من روحنا لا الروح هو العلم أما الروح كما فهمينا احنا كنا هذيك هي الحياة قلت لنا الروح هو سيدنا جبريل لا في
حاجة إلى السيونس حاجة أخرى. شي جديد اللي جابوا الله تعالى في آدم حي كما الحيوانات الآخرين. يقول ربي سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح سيدنا جبرائيل عليه السلام والروح فيها. لا تفسير خاطئ قائف ليلة القدر هذا تفسير. اسمع سيدنا جبرائيل الروح. اسمع وجبريل هاني معاك ما نعرضكش. لا لا راني معاك شي. اسمع واش معناها المهمة تاع جبريل؟ ينزل الوحي. ما هو الوحي؟ من الله عز وجل. هو العلم. ومن العلم؟ العلم من يأتي والوحي؟ سامحنا الوحي حاجة أخرى. الوحي حاجة أخرى دروك هو الله لا مثيل له. ما كاين لا قدام ولا وراه ما والو والو ما يشبه له. وحنا رانا هكا. ولقد أنزلنا عليك الوحي. اسمح لي. دروك هو اللي خلقنا. هذا اللي خلقك دوك انت ابنك. ايه شكون اللي يعلمه؟ نجي انا نعلمه لك في العام الاول. يا اخي تقولوا بابا ماما بالحرف. انت اللي تعلم. انت اللي انت ولدت برك مش خلقت. الله هو خالقنا هو اللي علمنا. نفخ فينا من روحه من علمه مدنا ميساج واحد بخرجنا من المملكة الحيوانية إلى مملكة البشر. الفرق بيننا هو الكلام والعلم. والله يا أستاذ بالك ما نعرف شي هذا بس أول مرة نسمع. رجل خاتي الله يبارك فيه. جامعة قسنطينة مانتوليا. فيها والو احنا جيت نوصلوا معلومة للناس يمكن كان عنده علم الله يبارك. أنا نقرأ في الوراثة العشائر الوراثة. دونك ندخل في المواضيع هذه بزاف. جامعة مانتوليا تاع قسنطينة هكا. هذيك نسقسي يعني شغوف وما كانش فكرة تدخل لراسي نسبخها بالقرآن. نحاول نلقى الطريق باش نعدي نوصل ليه. ماشي اسمع ماشي نديكتي برك ديكتي ديكتي ديكتي. تقدر حتى تجيب إسرائيلية تديكتي من الطلبة تاعك. نسقسيك الأرواح ربي سبحانه في القرآن كان آية في القرآن قال لك الأرواح ربي في الأزلة خلقهم كل وشهدهم على وحدانية الله سبحانه في الأزل القديم. الأرواح خلقت ربي وشهدهم على وحدانية الله. وبعد بعثهم يعني درك حاليا كيما نهار الاثنين على 7/8 واش غنقر؟ هاك تسمع العم الشيخ ليستوار دو لافي تاريخ الحياة كيما دارت الحياة. تعرف وقت دارت الحياة 4,600,000,000 سنة. تعرف وقتها خلق الله تعالى الكون بالقليل عندها 17 مليار سنة. روح حتى يحسب سبحان الله. يخي يقولوا دار يقريو تانا الشيوخة تاعنا يقول لك والفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع الوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. تفسير تاعها خارج 1000%. تعرف واش الفجر؟ سي لو بينغ بانغ خلق الكون. انفجار وليالي عشر سي لي ديفيرون ايتاب دو لا الدلمة قبل ما يخلق الله تعالى الضوء والمادة. ليالي العشر هما ليالي ذي الحجر. لا لا العشرة اللي لازم نصومها. هاني خي طلبتي رأي هاني نعطيك التفسير. وانا نقول لك برك والفجر كيف خلق ربي الحياة. اسمع كيف خلق الحياة هو الأولى خلق الكوكب. والكوكب هذا كان كتلة من الصخور دايبة الحجار دايبين. هو قرر سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء قرر ما يخلق الإنسان والحيوان. الله يقرر واش دار؟ لازم يبردها خاطر الحرارة كانت 2 مليون دوغري. الأرض نار خلقها كانت كتلة ملتهبة أقل من الشمسية.
الشمس عبالها في قلبها قد ايه درجه الحراره 10 مليون دو ديغري. استاذ اسمح لي باش نتعلم بالك ما نعرفش وين 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 هذا وين شو وين مكتوب ولا وين شم وين وين مش من بلاصه هذا. اه هذه سؤال في سؤال وجيه. آه. تجربة عمر ستقرا القران. اسمح لي لا نهضر لك تقرا علم لازم تلقى بلاصتك في العلم هذاك. العلم هذا صحيح ما صحيح شكون اللي جابه واش العلاقه بيه واحد يقول الله يقول لك اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واش الذكر؟ العلماء الناس اللي تعرف. سيت انت كي تقرا نص علمي لازم تلقى بلاصتك راسك من رجليك وبالك هذاك كتبه انسان ملحد وما في ذلك شك ولكن انت وعدنا البخاري خاطر خاطر العلوم باه نهضرها لك هنا اللي تحكمها قاعده ثابته. العلم عندنا اليوم الوسائل باه نكشفوا باللي كذب ولا صح. اي علم صح لماذا وين نلقى وحنا احنا عندنا سهله المسلمين جينا سهلة باه نكتشفوا. بس في الدين راهو لازم كما قلت قبيله راهو سؤال وجيه وتطبيق نظير. دوك انت تقرا القران الشيخه تقرا القران. نعم ما شاء الله شويه والله ما خلينا ما قلتلكش حفظه قراه برك انت تقراه بلا ما تحاول تفسر شويه لراسك ليك ولا تبلع برك خاطر واش يديروا المسلمين الخطا تاعهم. يحفظوا في القران وي مي تاويله شكون اللي يأول يجيبوا الجيف ان كريتي اولو لا فوالا هاو كيما نقولوا حنا كي نرجعوا للحكايه حديث يجيب حديث سبحان الله التوراه والزبور قبل القران هذوك فلسفي سي تيرميني هذوك بعد باش ما بقاش هذيك تحكي عليهم خلاص هم اللي تبعوا فيهم واش قاعدين يديروا ياه هذيك سي تيرميني ان تكست فو سي فلسفي سي فلسفي لا رجعت في ذلك هل واحد فلسفي للقران اكبر علماء تاعها كلهم يفلسفوا للقران تغير حركه حرف هو فتحة قلبه كسر هز كلمه اه لا صح تعبش بدين ما دونك انا نهضر لك في هذا صح. انا هذا ما اللي قاعد نهضر لك فيه انا ما تلقاش مكتوبه في ما تلقاش امام يهضر لك عليها خاطر الامام قرا حاجه اخرى قرا الفقه وش معنى القران العلوم اللي كان في القران جميع العلوم اللي خلق الله تعالى نبداوها اول علم هي الارض بالذات الجيولوجي لا جيولوجي احنا نسموها صح ام العلوم اه صح هذه انا معاك لا جيولوجي معروفه خاطر الحياه زي ما خلقت يفالي الاولى خلاها تخلق الماء منين خلق الماء؟ من الهيدروجين والاكسجين منين جاو الهيدروجين والاكسجين؟ جاو قبل الشمس هما من قلب الشمس خرج الهيدروجين الاول دار انفجار كي خرج الهيدروجين دار انفجار الهيليوم دار انفجار انتج عنده سخانه وضوء خلق ربي الضوء والضوء بها تشوفه لازم المادة هذا دوك عليها تشوف فيه فرشة مادة يحكي معك بحاجة علمية هو تشوف انت دوك الضوء في السماء الفوق هاك ما تشوفوش نشوف زون مخام غزيت زاد 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 جا الاكسجين الاكسجين هما نهضرو بالدارجة زوج عديان واحد كي دار وحده وينفجر اللي هو الهيدروجين وواحد كي دار وحده وتشعل فيه النار كيف باه هذه قدرة الله الأولى عنصر منفجر ربطه مع عنصر ملتهب ودار منهم الحياة سبحان الماء. الله لما خلق الماء ربي سبحانه سبحان لما خلق الماء 16 مليون حتى 20 مليون سنة والنور تصب باه بردة الأرض تشوف اخويا العلم الله يبارك 16 مليون داني والنور تصب ليل ونهار بردت كي برد تبرد بدا يخلق في العناصر الاخرى هذه تتبعها سبحان الله حتى نوصل لا ديان
لا ديان دوك هي سبحان الله لا ديان هي أو مال الانسان لا ديان ايه لا ديان واش هي لا ديان جسمك كامل محطوط في الموليكول غير مرئيه بين الزوج وحده كيف نتكاتب بالذكر والانثى قد المره يذكر القران وخلقناكم من ذكر وانثى هو ذكر يحط لا ديان تاعو في العظمه تاع الانثى باتوا لي كروموزومات هكا دي كروموزوم يوليو دي كروموزوم فوالا دونك فهمت الامور جميعا ماشيه هذا شكون اللي يهضر لك عليها احنا واش ينقصنا عمي عبد الباقي في العلوم الدينيه ثم الناس الائمه الائمه تهضر يجيبوا احاديث يحكيوا يعني يخرجوا يهضروا احاديث ولكن التفسير تاعو ترو بالعلم هو هاو كلامك بالعلم يعني فقه حنا عليه مازلنا ما قلعناش وحنا بدينا نقلعوا ان شاء الله ان شاء الله هو حاصلين في الفقه لا الكلام الكلام علم الكلام اللسانيات علم العلوم القران كيف ما تتبع القران كل كلمه في القران عندها الاصل تاعها منين جات وحده جايه من العراق وحده جايه من سوريا وحده من السعوديه وحده جايه من الايرانيه وحده جايه من الامازيغيه هذا هو الكلام هذا كل بشر القبائلي الايراني هذا هو الكلام الكلام هذا ربي دار له قواعد والقواعد الموجوده موجوده في القران وكي نزل القران في الوقت هذاك تاع النبي صلى الله عليه وسلم قال لك العربيه مش لغه اي حياه اللغه العربيه مش لغه برك لهجه يعني مع الكلام العربيه معناها حياه الوقت هذا يعني جاء في واحد الوقت كل كلمه تعبر على حاجه فهمني ولا لا فهمك يعني الكلام العربيه مش فقط لغه اكثر من لغه هي شوف كل لغه اي حياه قال لك كل لغه عباره عن كلمات الكلمات هذا كل كلمه عندها تاريخ وقتها ظهرت وعلاه وين واش تحب تقول هذا هو الكلام هذه هي اللغه جميع اللغات كما هكا ولكن الله تعالى باه وحد ونظم البشر نزل القران تاعو بالعربيه علاه باش واحد ما دار يفسروا كيما هو نظام حياتي اللغه العربيه نظام حياتي معاك 100% هذه المعنى يعني في اللغه سيتادير لغه كامله وحده علاه باش نبقاو متفقين كي انت تفسر القران باللغه تاعك وانا باللغه تاعي ما بقاش لازم اهل الذكر استاذ ما كان حتى واحد كاين تفسير القران عنده ناس عنده كيما نقولوا مفسرين القران يعني تفسير القران راه بحر راني فاهم بصح باش واحد يبدا كيما نقولوا احنا من راسه ومن هنا استاذ جامعي قاري وعنده دراسه في اسمع عليا شي اللي يهضر فيه مستمد من القران تاكل ونهضر معك تفهمني ولا ما تفهمنيش لاني فاهمك قبيله قاعد نكذب عليك لا 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 هاي آية هاي آية شو تجالي لا هاي آية في السري ما نعرفش بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها روح تعرف الصورة الصورة نعرف شكون اللي فسر هاي ما يفسرش ما يفسرش الفقير مش الفقير اللي يفسر سيونتيفيك نتعلموا من عندك أستاذ سيونتيفيك والفجري ولا ينعس عن سيونتيفيك الفجر ولا العشر يقول لك ولا العشر هم يعني يدور حشر يا ولدي تفسير قديم هذا غير صالح انت انت برك شوف كاين نقطة خلاف احنا فيها طحنا فيها هما لي زوروبيان يفسروا القرآن بالعلم خير منا صح لا هذا كلام صحيح والكلام هذا اللي جبته انا ما قلتلكش انا اللي قررته انا نقرا ونفرز هذه تعدي ما نقبلها هذه ما تعديش ما نقبلها يمكن فقهاء عمي عبد الباقي يجيبوها كما كيفسر لك يعني كما يقول والفجر يعني معناها صلاه الفجر وليالي عشر مثلا الايام ذو الحجه ولكن بالعلم يمكن عندنا تفسير اخر خويا ما تلعبش فيها انا ما قلتش شوف نعطيك خويا انا الفجر باه تحاول تفسر هذا او تفهمها الكلمه هذه اللفظ تاعها الاول منين جات هذه هي الهضره هذه نهضروا الفجر لك نحن انزل ربي سبحانه الشيخ يقول لك نحن انزلنا عليك الذكرى وان اليه لحافظ وان له لحافظ وان له لحافظ ربي سبحانه الشيخ الفجر نصلها جاي من الانفجار ودي يهضر معك بالعلم القور القور لي زوروبيان ما قالوش انفجار ما قالوش اكسبلوزيون قالوا بينغ بانغ انفجار عظيم بدا من لا شيء طوام
روح منا توفيق ها والضو شويه يعني معاك روح روح بدا من لا شيء اسمع ربي مين خلق الكون منين شكون علم هذه الغيبيات غيبيات واحد ما يدخل فيها انا نقول لك انا هضرت لي بعد تولي في امور يا ولدي ما نوليش انا ما نوليش انا انا وما من 69 وانا نصلي انا مش البارح بس بارح لا ما حكيناش على الصلاه شي هما لا واش ما لا كون نوليو ندخلوا في ما نقدرش نادر كلمه نتشوه بها وانا مش متاكد منها صح مش نقول لك راني معصوم لا كنت انا نغلط شي ماشي معصوم اسمع ماشي معصوم بصح اللي وصلني ليها مخي أني من 73 وأنا في الجامعة ونقري في الحوايجات وكي نقري أنايا نديكتي برك هاني نديكتي ولكن ما يجيش نهار الخاتمة ما جيناش اسمها الخاتمة العلماء واش وليو على لازم يدير الخلاصة تاعو 40 سنة هو يقري ومن بعد وين وصلتك وين توصل تولي ملحد أنا من الناس أصلي مسلم من الأب ومن الأب من العائلة ودخلنا للدين بالصيام وبالصلاة ماشي ذاك نشيب أنايا يولي بنادم يهتور لا لا أعوذ بالله ما قلنا بصح أنا الكلام هذا مش من عندي هذا موجود في القرآن صح وش معناها هي قد المرة تعود وخلقناكم من ذكر وأنثى يس انا نعطيك الاستوار كامله قبل ما يخلقنا ربي من ذاك وانت باش كان الخلق زي ما يتخلق ما كان لا ذكر لا انت نجيب لك مثال او اسمه الخلق ما كانش خلق ربي اللي خلق السنة هذي كلام كبير هذا في الله يبارك فيك واحد اخر شوف لي تعرف دودة الورده فيردوتير شرنق دود فيردوتير فيردوتير فورم اسمها بالالماني ما كاينش اسمع هذيك دودة واحدة نجيبها تلقي فيها حلقات كل حلقة بجنس واحدة ذكر واحدة أنت هو جسم واحد سبحان الله وقتها كمل الخلق وتحسن هو لما خلق الذكر والأنثى كاين كاين حيوانات أخرين الأنثى هز الذكر في كرشها في الاستوما تاعها في مصارنها صح هي اللي توكلوا وتشربوا وهو يلقى حالته من بعد جات فتره خلاف من وراها خرج ربي الذكر من الانثى اللي هو ليكس وليكريك حنا عندنا ليكريك الكره وعندنا ليكس المراه هي ايكريك لا حنا عندنا اكس ايكريك عندنا دو كروموزوم كروموزوم اكس وكروموزوم ايكريك والمراه عندها زوج اكس تاعها دونك الاكس هذاك سميوه الكروموزوم تاع الحياة اللي ما عندوش كروموزوم اكس ما يعيش ما يخلقش ثم المرأة عندها اكس اكس وراجع عنده اكس كراك هي كي عاد عندها اكس اكس هاي انت حاضنة وعليها ربي عيسى كي خلقوا عليه السلام عليه السلام عليها في كرش امه مش في كرش كيما عندها هاو خلينا بابي هاو نقولوا بابي عليها ما على ما حطوش في راجل على ما خرجش من راجل خاطر في هذاك الوقت دوك 14 ولا 20 قرن كاين يكس وكاين يكريك عندهم ملايين السنين من دار يكس داروا من الحشرات سيدنا عيسى عليه السلام قال ربي سبحانه ونفخنا فيه من روحنا الروح يا شيخ خلينا نزيد نعاودها لا قلت لك الحياه تجي اي واحد يتحرك ها قدامك ياكل يشرب روح منا واحد ياكل يشرب هذا هو الحي يشرب واش يشرب يخرج الماء من الميت يخرج الميت إيه؟ كما قلت الشرنقه انا نعرفها هذه شوف لي هذه الحياه مش معناها هي سبحانه كريم هو اللي روحه عند ربي علمه عند الله فهمت نادوك يعرفوها بدا ما تقلقش لا ام يعرفوا واش 17 مليار سنه كبير اقدم صخرة كيما قاس عمر الله ماشي شعودة لا أقدم صخرة موجودة في سطح الأرض عمرها 4.6 مليار سنة هذه يمكن صحته باش قاسوها قاسوها بالأشعة الإكس وألفا
الأشعة النووية هذه. خاطر عندنا في الجسم تاعنا ثلاث أنواع من الكربون. عندنا الكربون 12، كربون 13، وكربون 14. كربون 14 هذا اللي يقيسوا به عمر الحجر. شكون يعرف هذه الحكاية هذه؟ يجي اسمع تموت أنت، أنا ما على باليش، وهذا ما على باليش. يجيبوني أنا متخصص جاي في هذه. قالنا هذا السيد وقتها توفى. ندي قطعة منك مام حتى ولات شيحة. نديها لابوراتوار ونقيس نحسب عدد الذرات الكربون 14 اللي عندك. نقول لهم هذا عنده 3 سنين من اللي مات. شفت اخويا علم ال شي هذا اللي نهضرك فيها شوية قوية ما نعترف لك. أنا بعيد عليا يا ياسر. ها. يا دوك عليها دوك ما كملتش الهضرة تاعي هنايا. الأوروبية علاه ما يقبلوناش؟ علاه؟ لأن كي نهاجروا حنا هما مادا بيهم الهجرة، خاطر لي بوبيلاسيون تاعهم قاعدين يشيخوا ويندثروا، ما تبقاوش. كي يخدم علاه ما يقبلوش حنا؟ علاه؟ خايفين من الإسلام، من القرآن. هو علم الإيمان. تخللهم سي بون داخل. على بالك الكاثوليكيه هذه زينها دارت؟ تاع لو بير لو فيس و سانت اسبري. تعرف شكون اللي وقتها 265 سنة بعد وفاة عيسى عليه السلام. هو متوفى سيدنا عيسى. رفعوا الله عز وجل. على بالي هذيك بيني بينك. اها. عندهم هما يقولوا مات. هما يقولوا على هما واش يقولوا؟ هما واش يقولوا؟ هو رفيع. المسيحيين نسمع مليح الهضره هذه هي شرف لبلادك. الشيخ ثم قلت كلامك ثم المسيحيين هما يقولوا مات توفى. المسلمين رفيع. يقول لك بس يهبط. ايه اه. هام يقولوا. لا ريسوسيون. هو هبط ذكر سمانه وثلاث ايام بعد ما مات خرج لهم. المسيحيين الاولين وعيسى عليه السلام حي يرزق ويدور مش ليا احكي احكي على الضو برك نجا اسمع سوى روحو نورمال على الضو الضو احسن هذا كلام كبير ولا نسمعوا فيه يقتل ننور العقول يمكن كان عقول شويه ذاك غير الماده برك الله يبقى علم هذا الامازيغ تاع شمال افريقيا ليبيا الجزائر وتونس هذوم مسيحيين موحدون يقولوا لا اله الا الله وعيسى رسول الله يقولوا شيخ لا اله الا الله وعيسى رسول الله سمع عندهم الحق موحدون مسلمون في تونس يا في الجزائر وتونس ليبيا الشيف تاعهم اريوس أريوس ما تعرفوش انا والله حسنا نجيب لك حكايه دخلت في أريوس هذا اللي مبي بوبيلار الشيخ انا معليش عمري كامل غربه انا طيب استنى خليه استنى هو يغنيك شوفي أريوس هذا هو الامام الاكبر